بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الأولى من برنامج مشوار بطولة، الذي نتحدث فيه عن بطولة كأس الخليج. هذه البطولة المقررة في نسختها 22 بإذن الله في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشهر المقبل. هذا البرنامج في مشوار سيمتد بكم إلى يوم البطولة بإذن الله في موعد أسبوعي، كل اثنين سنكون معكم للحديث عن موضوع من المواضيع المتعلقة بهذه البطولة العريقة على مستوى المنطقة. اليوم نحن معكم في هذه الحلقة الأولى التي سيشاركني فيها عدد أو الأخوين الإعلاميين، هم من كبار الإعلاميين ما في شك هنا في السلطنة، والذين كانت لهم رحلة أيضا مع هذه البطولة منذ سنوات مبكرة، حيث سيتواجد معي في هذه الحلقة الأستاذ يعقوب بن يوسف الزجالي، وهو إعلامي نعتز بك قامة إعلامية عاصرت الكثير من بطولات الخليج. حياك الله يا أخي. الله يحييك. أحسنت حسين. أنا مشكور. والأستاذ سالم بن سليم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، حياك الله يا أستاذ سالم. الله يمسيك بالخير ونمسي أيضا على المشاهدين الكرام، ونتمنى أن تكون إطلالة عمانية خليجية على دورة كأس الخليج المقبلة بالرياض بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بلا شك مشاهدينا الكرام، هذه البطولة مرت بالكثير من المنعطفات التاريخية، سوف نتحدث عن الكثير من المواضيع عبر الحلقات الخمسة التي ستسبق انطلاق هذه البطولة. واليوم سنركز بالتأكيد في هذه الحلقة على الإعلام الرياضي الخليجي وتطوره على بطريقة متوازية مع تطور هذه البطولة. كونوا معنا على مدى الساعتين القادمتين. الكرام، بطولة كأس الخليج هي بالتأكيد أحد ثمار العمل الخليجي المشترك على طريق التعاون في السنوات الماضية. هي البطولة التي باتت تمثل أولوية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الأخيرة، وبات التنافس عليها حاضرا بكل ما تعنيه الكلمة وفي كل المجالات. كذلك المجال الإعلامي كان حاضرا بالتأكيد، وأخرجت هذه البطولة الكثير من الكوادر الإعلامية على مر تاريخها على مستوى المنطقة. سوف نتحدث عن البطولة بشكل عام، وسنركز إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة كما ذكرت على موضوع التغطية الإعلامية وما وصل إليه في الوقت الحاضر، والمسألة التي تثير الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة تحديدا فيما يتعلق بحقوق بث هذه البطولة، والجدل الذي أصبح ربما ملازما لكل بطولة من البطولات الأخيرة من دورات كأس الخليج. في البداية يعني بنصر نتحدث عن أهمية بطولة كأس الخليج والدور الذي لعبتها على مستوى الطريق
على مستوى التعاون بين الدول المنطقة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم واحدة من أهم البطولات الإقليمية والمحلية وحتى العالمية إن صح التعبير. هذه البطولة يعني وجدت لأهل دول الخليج، فيلتقي فيها طبعا اللاعب الخليجي والمدرب والحكم والإداري والإعلامي والصحفي والمعد والمقدم والمخرج والمسؤول الإداري الأكبر، كلهم يلتقون في هذا العرس الخليجي. وطبعا هي بدت مع بداية يعني دول الخليج يعني صح التعبير في 1970، وما في شك أن دورة الخليج يعني أفرزت الكثير من اللاعبين، وصلوا إلى العالمية، وصلوا إلى الاحترافات الدولية، وأيضا مثل ما قلت أنت الآن طلعوا منها أيضا إعلاميين وإداريين ولاعبين، وصارت منشآت في كثير من الدول يعني منشآت ضخمة، وأيضا تألق فيها الكثير من المدربين، فأصبح يعني لهذه الدورة شأن كبير على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. والحقيقة استمرت هذه الدورة من بدايتها وحتى الآن، وهي مستمرة الآن في نسختها 22، ولم الحمد لله تتعثر ولم يعني يحصل لها أي شيء، فهذا يدل على أن هذه البطولة ناجحة بكل المقاييس. وإحنا طبعا نتمنى أن تستمر هذه البطولة، لأن هذا الملتقى الخليجي يعني ملتقى جيد وينفع المواطن الخليجي ويستفيد المواطن الخليجي، المشاهد واللاعب والرياضي والشباب كلهم، يعني هذه الدورة بالنسبة لهم يعني هي عرس خليجي ومهرجان خليجي. وما في شك يعني تطور الإعلام والنقل التلفزيوني من خلال كأس الخليج. احنا كنا في الماضي يعني قد يكون غايب عن النقل التلفزيوني خاصة في المباريات لأنها تأخذ وقت طويل، ولكن الآن أصبح لدينا المخرج وأصبح لدينا المعد وأصبح لدينا المذيع، وأصبح الآن هناك في تنافس في البرامج الرياضية التي تقدم، وصارت هناك قنوات رياضية الآن متخصصة. هذا كله أنا أعتقد أن بسبب دورات الخليج الناجح. أكيد نحن بنتحدث أكيد عن الإعلام وتطوره على مستوى تغطية هذه البطولة، ربما هو مر بمراحل مختلفة سنتحدث عنها لاحقا ما في شك. سالم يعني نسمع في بعض الأحيان حديث خاصة في السنوات الأخيرة يتردد عن مسألة مدى أهمية هذه البطولة في الوقت الحالي، وسرعان ما يعود الحديث من جديد بأن هذه البطولة مهمة في تجمع الشباب الخليجي وكذلك لما لعبته من دور كبير في مسألة تطور المنتخبات الخليجية. وهني حقيقة أسرة البرنامج على هذه الانطلاقة المبكرة كما يقال، يعني إنها انطلاقة يعني ستضع بصمة بلا شك إعلامية عمانية مميزة إن شاء الله في الإعلام الرياضي الخليجي، ونتمنى أيضا نشاهد أيضا برامج ذات ثراء أكبر واسع إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. طبعا قضية الأصوات يعني إذا صح لنا أن نقول بأنها أصوات نشاز التي تطالب أحيانا بين الفين والأخرى بإلغاء دورات كأس الخليج، ولكنها جزء كبير من هذه الأصوات تقتنع بأن من الأهمية بمكان بأن تستمر هذه الدورة وتستمر دورات كأس الخليج وتستمر أيضا اللقاءات الخليجية. يعني وكما ذكر أستاذنا يعني انه هذه البطوله يعني خلقت لتستمر ووجدت لكي ايضا تقدم افرازات جيده من جميع النواحي، ولولا ان اتصور دورات كاس الخليج اليوم يعني كان ستكون هناك المسافات بعيده، لا اقصد هنا المسافات الجغرافيه وانما المسافات التلاقي في المعرفة الكروية، المعرفة الرياضية، المعرفة الإعلامية. أنا أتصور بأن هذه البطولة ساهمت بشكل كبير جدا في يعني لم شمل الخليجي، وخاصة بما يتعلق
بالجماهير في الجزء الأكبر، لأن هي التي تشكل الحجم الأكبر في دول الخليج، وساهمت بشكل كبير أنها تصنع أيضا كرة قدم خليجية مميزة خلال العقد الثمانينات وعقد التسعينات ومن ثم الألفية الجديدة. وأنا أتصور بأنه يعني مهما كانت هناك من انتقادات، ربما تكون هناك انتقادات أحيانا إيجابية من أجل تطوير دورات كأس الخليج وتقديم ثوب جديد لدورات كأس الخليج، ولكن تبقى دور كأس الخليج كمفهوم وكحدث نعتز به حقيقة في المجتمع الخليجي، وعلينا أن نساهم حقيقة في بقائه وتطويره وتقديمه بشكل دائما متجدد. نعم، عموما نحن أكيد يعني بنتحدث عن هذه البطولة بشكل عام وأهميتها، لكن أيضا بنتابع هذا التقرير الذي أعددناه حول أهمية بطولة كأس الخليج وما أفرزته من إنجازات على مستوى السنوات الماضية. بشكل عام، واحنا نتكلم ايضا يمكن منصر انت ذكرت مسؤول مساله ايضا المنشات الرياضيه. اليوم نشوف يعني ان هذه البطوله يعني عدا عن مساله طبعا الكوادر الفنيه والحكام كذلك اللي يعني ظهروا في محافل اقليميه وعالميه، كذلك ايضا المنشات الرياضيه اصبحت يعني في غايه التطور ان صح التعبير، لان اصبحت تستضيف اكبر الاحداث على مستوى العالم يعني. صحيح. الان لو يعني لو تلاحظ مثلا في كل دول الخليج اصبحت هناك منشآت واصبحت هناك مدن يعني رياضيه كبيره، وهذه المدن الرياضيه وهذه المنشآت يعني بامكانها تنظم يعني بطولات على مستوى اسيا وحتى على مستوى العالم، لان دوله قطر تعد العده لاستضافه كاس العالم 22 يعني 2022. فعندنا في السلطنه يعني مثلا قبل لا نستضيف احنا كاس الخليج السابعه عام 84، يعني اقدر اقول لك ما عندنا احنا هنا ولا ملعب معشب في السلطنة، وما عدا طبعا استاد الشرطة ومجمع السلطان قابوس، واعتقد مجمع السلطان قابوس ما كان ايضا جاهز. لا كان نعم في استاد الشرطة، كانت استاد الشرطة نعم. فسويت ملاعب ايضا، مدرسة مثلا جابر بن زيد صار فيها ملعب، استحدث ملعب المعلمين، وصار بعض استفادت منه ايضا على فترات ربما يمكن لا في كل فتره كان على مستوى يمكن هذه الملاعب اللي تستخدم ايضا في التدريبات تدريبات المنتخبات يعني. صحيح. فاستفاد منها ايضا يعني الرياضي العماني واستفادت الانديه العمانيه، فهذه المنشآت يعني بحد ذاتها يعني طورت اللاعب الخليجي، طورت الحكم الخليجي، طورت الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. فبهذه المنشآت يعني وبهذا التنظيم، وهناك أيضا خرجت يعني استطعنا أن ننظم أن نستطيع أن ننظم بطولات يعني، وكلها من كأس الخليج يعني، هذه استفادة أيضا فنية من 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 الخليج، من كأس الخليج، دورة كأس الخليج. ف يعني لو اعدد لك مثلا الايجابيات لهذه الدوره فهي ايجابياتها يعني كثيره في الحقيقه. صحيح. هذا طبعا عدد اللقاءات. نعم. التي تجمع الخليجيين كلهم في مكان واحد ويتبادلون الاراء، يتبادلون الافكار، يتبادلون المقترحات، المعلومات،
في كل ما يخص مثلا بتطوير هذه اللعبة. وأنا أرى أن مثلا دورة كأس الخليج أهمية كبيرة جدا يعني، وإنما على المستوى الشعبي، على المستوى الوطني، على المستوى الخليجي بشكل عام، حتى على مستوى الرسمي. نعم سالم، يمكن يعني حتى على مستوى المنشآت شفنا كثير من المنشآت اللي تفتتح خصيصا لإقامة هذه البطولة. نعم، ومثل ما ذكر طبعا أستاذ أنه هو عايش الجيل القديم، فايد يعني صحيح، بس ما يبين بطولات سابقة يعني، بطولات سابقة بس هو بعد شباب يعني، ما زال يعني روحه شابة، هو دائما جزاك الله. وطبعا الآن لو نحن نجي نعدد المنشآت الرياضية في المنطقة الخليجية ستجدها تضاهي المنشآت العالمية. عندك مجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشهر احتضن دورتين 96 و2009. عندك أيضا ملعب الشيخ زايد أو استاد الشيخ زايد في العين. عندك ملعب أو استاد الملك فهد في السعودية دورة الملاعب، واستضاف أيضا بطولات عالمية مثل كأس القارات. عندك أيضا ملعب أستاد الشيخ جابر في الكويت. عندك أيضا مدينة الشيخ عيسى بن سلمان في البحرين. عندك في قطر أستاد الشيخ حمد. وهذه كانت القفزة. ربما حتى في السنوات الأخيرة المدينة الرياضية في اليمن. نعم بالضبط، وحتى في اليمن، ويمكن اليمن جاءت متأخرة نوعا ما، ولكنها استطاعت أنها تقدم أيضا ملاعب متميزة حقيقة في دورات كأس الخليج. وكان الهدف طبعا أنه هي تستطيع أنها تجمع شباب الخليج. لكن الملاحظ حقيقة بأنه دورات كأس الخليج استطاعت أن تفرخ أيضا العديد من المنشآت الأخرى. اليوم حدث ولا حرج، يعني في السلطنة عندنا أكثر من 11 إلى 12 استاد ومجمع رياضي في جميع محافظات السلطنة، والمشاريع ما زالت على قدم وساق. أيضا في قطر كما ذكر الأستاذ يعقوب أنه الاستعداد ضخم وكبير جدا لاستضاف مونديال 2022. هناك ملاعب جاهزة، هناك خطط عملاقة حقيقة تقوم بها دولة قطر من أجل التحضير لحدث عالمي، يعني أعتقد يتحدث عنه القاصي والداني. أيضا في السعودية افتتاح مؤخرا ملعب الدرة في جدة. كذلك أيضا يعني الأندية شهدت أيضا نقلة نوعية مختلفة تماما حقيقة، من السبعينات إلى عقد الثمانينات إلى عقد التسعينات، أصبحت للأندية أيضا تمتلك ملاعب كبيرة توازي حقيقة الملاعب والمنشآت العالمية والأوروبية. وأنا أعتقد كل هذا يعود الفضل طبعا في المقام الأول لله سبحانه وتعالى، ومن ثم دورات كأس الخليج والقيادات الخليجية التي أعطت واهتمت وساهمت وألهمت أيضا الشباب الخليجي بأن يركز على هذه الدورة التي استطاعت أن تقدم الوجه الكروي الخليجي حتى على المستوى الأسيوي. لو نجي نرجع على مستوى التسعينات وجدنا بأن منتخبات خليجية كانت تسيطر على مستوى القارة في بطولات كأس آسيا. كذلك أيضا معظم المنتخبات الخليجية بلغت إلى كأس العالم. نعم. الكويت بلغت كأس العالم في الثمانينات. صحيح. الإمارات والسعودية بلغوا كأس العالم في التسعينات. نعم. وفي التسعينات وأيضا استطاعت أيضا. نعم. أن تتجاوز، ليس فقط لم تكن المنتخبات الخليجية أيضا ضيف شرف. نعم. في بطولات كأس العالم. صحيح. وإنما كانت أيضا منافسة، يعني المنتخب السعودي وصل إلى الأدوار العليا. نعم. وهذا حقيقة. نعم. يأتي يعني يعني الفضل كما قلنا بأنه القيادات في الدول الخليج ركزت على أن يكون هناك بنية تحتية ومنشآت وأيضا منظومة كروية خليجية تساند الفكر الخليجي السياسي والكروي، والذي استطاع أن يقدم اليوم بأن تكون دول الخليج أحد يعني الوجهات التي تستضيف بطولات ومباريات عالمية. صحيح. وفي ذلك العديد من الأمثلة، يعني في السلطنة لعب منتخب البرازيل، لعب اليوم منتخب الأورجواي وهو أول منتخب
في العالم يعني يفوز بكأس العالم. استضفنا ايضا انديه عريقه وكبيره مثل ريال مدريد وبرشلونه في قطر. نعم. كذلك. طيب يعني مساله ايضا على مستوى جديه المنتخبات الخليجيه في المشاركه في هذه البطوله، تفضلت في سابق الحديث بان هناك كان تنافس كبير على الفوز بالبطوله، وبالتالي ايضا كثير من المنتخبات اللي كانت ايضا تحقق نتائج ايجابيه في بطوله الخليج تكون على رقم صعب في البطوله القاريه، ومن ثم بعضها حتى وصل الى العالميه. لكن في السنوات الاخيره البعض يتحدث ان والله المنتخب اللي يفوز بكاس الخليج يرجع يتراجع او يعمل نوعا ما تراجع في مستوى بعد البطوله مباشره يعني. نعم، هو هذه طبعا ظاهره حقيقه يمكن عايشناها خلال خلينا نقول 10 او 15 سنه الماضيه. يعني أصبحت دورات كأس الخليج حمل أو ثقل مؤثر على المنتخبات الخليجية. المنتخب الخليجي الذي يعني يشارك في دور كأس الخليج كأنه واصل كأس العالم. البعض ربما خارج المنظومة أو خارج المنطقة الخليجية يعتبر أن هذه البطولة بطولة محلية إقليمية، ولكن الفكر الخليجي أعطى لهذه البطولة بعد مختلف، وبالتالي معظم المنتخبات الخليجية إن لم تكن كلها تستعد استعداد كبير جدا وتشارك بمشاركة شغوفة من أجل أنها تحقق نتائج كبيرة، وبالتالي أي تأثير في دورات كأس الخليج أو خروج أو تراجع أو تقهقر يؤثر بشكل أو بآخر على المنتخبات الخليجية. ولاحظنا يمكن نتحدث عن المنتخب السعودي ظل لغاية عام 94 لم يستطع أن ينال يعني قبلة كأس الخليج بعد سنوات طويلة، رغم أنه منتخب الخليج منتخب السعودي منتخب يملك مجموعة كبيرة من النجوم ونجوم زاخرة، وما زالت اسمائها يعني رنانة في الوسط الخليجي إلى اليوم. لكن عملية تراجعها أيضا على المستوى القارة له أسباب أخرى العديد. هناك تفاوت أصبح في المنطقة الخليجية في مستوى التطور، في مستوى أيضا الفكر، في مستوى أيضا إدارة المنظومة الخليجية. تفاوت ما بين السلطنة مثلا عن الإمارات، أو ما بين الإمارات وبين السعودية، بين قطر وبين البحرين، وبالتالي أثر وعمل خلل كبير جدا حقيقة على المستوى القاري. اليوم نشاهد منتخباتنا الخليجية يعني معظمها حقيقة يعني لا تستطيع أن تتجاوز دور الثمانية، إذا بلغت دور 16 يكون هناك يعني بالنسبة لها يعني بشق الأنفس، لأنه أيضا المنتخبات في شرق القارة استطاعت أنها تعمل بشكل مختلف، بشكل علمي أكثر، بشكل متطور أفضل منا. ربما نحن ركننا أيضا في المنطقة الخليجية على اعتبار أن احنا أيضا أصبحنا في فترة من فترات زعماء للكرة السعودية أو الكرة الخليجية، لم يعني ننتبه بأنه الآخرين أيضا يعملون ويعملون كانوا بصمت حقيقة، خاصة الكرة اليابانية، خاصة كرة الجنوبية، كرة الصين، والآن أيضا الضيف الثقيل الكرة الآسيوية، كرة أستراليا. نعم. أثرت بشكل كبير، وأيضا دخول أيضا منتخبات أخرى في حلبة المنافسة مثل منتخب إيران، منتخب أوزبكستان، هذه المنتخبات أيضا أصبحت اليوم لها يعني كلمة حقيقة مؤثرة في على الصعيد الآسيوي بشكل كبير. نعم. أحب أضيف على ما قاله الأخ سالم، يعني الآن يعني ليس فقط اللاعب الخليجي أو المدرب الخليجي هو الذي استفاد من دورات الخليج، حتى على المستوى العالمي يعني البطولات يعني المنتخبات الخليجية جابت مدربين من الخارج. صحيح. من البرازيل ومن الأوروغواي ومن أوروبا، يعني جابوا مدربين عالميين. صحيح. وخرجوا من هذه الدورات من الخليج، أيضا استفادت منهم دول أخرى. بالضبط. يعني يضرب لك مثل كارلوس ألبرتو طلع من قطر يعني في الدورة الرابعة سنة 76 وراح على طول إلى منتخب البرازيل وحصل بطولة. صحيح. بالضبط. بعد زقالو كذلك أيضا زقالو. كثير. نعم، هو حقيقة استطاعت دورات كأس الخليج أنها تستقطب. نعم. يعني مجموعة من مفكري الكرة إذا صح التعبير. صحيح. وقدموا حقيقة الكثير خلال فترة الثمانينات والتسعينات واستفادت منها الكرة الخليجية، ولكن أنا أتصور بأن هناك عمل آخر كان ربما كما يقال للقمر وجهان، وجه المشرق كان في غرب القارة، والوجه المظلم كان في شرق القارة، ولكن الوجه المظلم أصبح اليوم هو أكثر إشراقا حقيقة من المنطقة الخليجية. نعم.
طيب احنا ممكن نرجع للتقرير او اللي تكلمنا عنه في عن اهميه هذه البطوله والدور الذي لعبته في السنوات الماضيه على مستوى التطور الفني وكذلك على مستوى المنشآت وعلى كل المستويات. راح ارجع للتقرير بعد شويه ربما يكون ما جاهز، ظاهر عند مشكله التقرير مستمره. طيب نروح للتقرير عموما، نشاهد هذا التقرير ثم نعود. بطولة كأس الخليج هي بطولة تجمع الأشقاء على بساط المنافسة الشريفة، بل أن البعض شبهها بالمائدة الجميلة التي تجمع أهل البيت الواحد لتزيد من متانة علاقاتهم مع بعضهم. وعليه فإن أهميتها تتعدى موضوع المنافسة التي تفضي إلى فوز فريق بالكأس كما هو حال بقية البطولات الرياضية، إذ أن أهميتها تكمن في كونها وسيلة أساسية للتقارب والتفاهم والتعاون بين دول الخليج العربي التي تعطي لهذه البطولة كل أبعادها الإعلامية والفنية والرياضية والمادية، حيث أنها واكبت مسيرة مجلس التعاون الخليجي وهو العلامة الفارقة في الوحدة الخليجية ورمز التقارب والتآلف بين أبناء المنطقة، لتسير البطولة على نسج المظلة الرياضية الكبرى التي يجتمع تحتها أبناء المنطقة في تظاهرة جرت تسميتها بالعرس الخليجي بكل معانيه وتجلياته، حيث تقام هذه البطولة وسط حضور رسمي واسع يعكس أهميتها وحضور جماهيري يقل نظيره في البطولات الأخرى التي تشارك فيها منتخبات الخليج، وتكون البطولة ساحة لمنافسات كروية وجماهيرية وحتى إعلامية تضيف للحدث بريقا آخر. ويحسب لبطولة كأس الخليج استمراريتها وصمودها لما يزيد على الأربعة عقود من الزمن، رغم كل الظروف والمنعطفات الصعبة التي مرت بها، ورغم عدم نيلها اعتراف الاتحاد الدولي لظروف بات يعلمها الجميع، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وأحداث، إلا أن المسيرة استمرت بطموح وعزيمة القائمين عليها، فالمؤسسون أرادوها أحد أعمدة البيت الخليجي الواحد، وهو ما تحقق فعلا، حتى أنها استطاعت في السنوات الأخيرة أن تستقطب متابعة عربية، بل أن بعض المنتخبات من خارج المنطقة لم تخفي رغبتها في المشاركة فيها، وهو ما يعزز من أهميتها. البطولة ساهمت أيضا وبشكل لا يدع مجالا للشك في رفع مستوى الكرة الخليجية، والتي أصبحت تنافس بكل قوة في البطولات القارية، بل أن حضورها في المنافسة على الوصول إلى نهائيات كأس العالم أصبح لافتا. وإضافة إلى ذلك، فقد رفعت البطولة من مستوى البنية التحتية الرياضية في دول المنطقة، حيث يلاحظ المتابع دائما إقامة الكثير من المنشآت الرياضية والتي تقام خصيصا لاحتضانها في أغلب الأحيان، وهو ما جعل دول المنطقة تتبوأ مكانة رائدة في المنافسة على استضافة أكبر المحافل الكروية، فتعدت الاستضافات القارية لتخرج إلى العالمية، وليس أدل على ذلك من نجاح دولة قطر في الفوز باستضافة مونديال 2022، والذي تطمح دول المنطقة بأسرها أن تكون حاضرة فيه. وهكذا يستمر المسير نحو تحقيق غاية سامية، وهي الحفاظ على وحدتنا كمنطقة خليجية، فقوتنا دائما في وحدتنا، وينبغي أن نكمل مسيرتنا بخطى ترنو إلى مزيد من التعاون، وهو غاية وضعها قادة الدول الخليجية نصب أعينهم،
فلتستمر المسيرة نحو مزيد من التقدم، ولنحافظ على هذه البطولة كإرث رياضي سجل كثيرا من العلامات الإيجابية طوال رحلة العقود الماضية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذا التقرير عن بطولة الخليج وما تمثله من أهمية لأبناء الخليج أبو النصر، يعني في ظل الزخم الكبير من البطولات يعني ربما في الفترة الأخيرة، يعني هل ما زالت بطولة الخليج تحافظ على نفس القلق اللي كان في السنوات الماضية؟ أعتقد أن طبعا بطولات الخليج يعني تطورت من جميع النواحي الفنية والتكتيكية وحتى يعني جماهيريا، بدليل ان احنا مثلا في الدورة 19 اللي اقيمت في السلطنة يعني كانت بطولة جماهيرية بمعنى الكلمة، وكانت الجماهير اللي تحضر داخل الاستاد يعني ربما مثلها او اكثر من الموجودين خارج الاستاد. هذا يدل على ان الجماهير ما زالت متمسكه بهذه البطوله. فدورات كاس الخليج يعني احنا تابعناها مثلا من انا تابعتها من الدوره السادسه بحكم عملك الاعلامي يعني اللي اقيمت في الامارات، يعني في ارتباط بين المواطن الخليجي والمشجع الخليجي الجمهور الخليجي بشكل عام مع هذه البطوله، يعني شيء كانه يعني في تجانس بينهم، يعني فحضور وحب، هناك يعني صحافه تظهر، هناك ملحقات اعلاميه تظهر، فهذه البطوله محببه لدى المواطن الخليجي وهي ايضا تتطور ما في شك. يعني شو اللي تغير بين الامس واليوم في البطوله هذه بحكم انك عاصرت الاثنين يعني بالسنوات الاولى في البطولة؟ انا طبعا الان ما عاصرت من اول دوره، يعني عاصرت من الدوره السادسه. الدوره السادسه ايوه في الامارات سنه، بعدها السابعه اللي في الصف سنه 82 ايوه وبعدين عاد مشينا الحال لغايه ما يعني نعرف انك شباب ابو نصر يعني لا هو ما بقى شيء يعني شباب الروح. نعم فيعني شو اسمه الشاهد ان هذه البطوله يعني من البطولات المحببه لدى المواطن الخليجي، والحقيقه هي مؤثره في كل شيء، مؤثره من الناحيه المعنويه، وهي يعني هي عرس مثل ما انت قلت الان قبل شوي، هي عرس خليجي او في التقرير قلت يجمع منها. فهي عرس خليجي بالفعل وملتقى يعني خليجي، وهي تتطور فنيا بدليل انه مثلا كذا لاعب من كل دوله يعني صار يحترف، يعني عندنا مثلا الان الحبسي محترف في اوروبا. نعم. وفي لاعبين اخرين، وفي كذا لاعب عندنا محترف في دول مجلس التعاون في الخليج. نعم. فهذا ايضا يدل على ان اللاعب تطور يعني بين ما كان من امس الى اليوم، تطور كثير يعني. نعم. وفي مدربين يعني عالميين كبار، اول كان زمان يعني المدربين ربما وطنيين اكثر، يمكن لو استثنينا منتخبين او ثلاثه في الخليج هم يجيبون يعني مدربين عالميين برازيل وكذا، اما الباقي مدربين يعني في البدايات نعم. وكان اللاعب الخليجي يعني كان مستواه متواضع في تلك الفترة، يعني إذا قارنا
بمستواه اليوم مع الدورة الأولى أو الدورة الثانية أو الثالثة اللي كانت في الكويت. نعم. وكان ما في نقل تلفزيوني، يعني فقط النقل التلفزيوني يكون بدأ في نعم. الإرسال المباشر يعني في 82 اللي هي في الدورة السادسة. نعم. هو ما قبل ذلك ايضا كان في نقل لبعض في نقل يعني ربما في الابيض والاسود، وبعدين في الدوره الثالثه كان بالتلفزيون الملون. هو بدا في الكويت يعني في 74 لكن ما كان ايضا مباشر، كان تسجيل وكان يرسل حق الدول اللي تريد. واحنا طبعا السلطنه ما كان عندنا لا اقمار صناعي ولا عندنا تلفزيون، ولذلك ما طلبناها المباريات هذه. نعم. ما في مساله حقوق بث اللي بنتكلم عنها بعدين ماشي. يعني رغم ان هذه البطوله غير معترف فيها طبعا من جانب الاتحاد الدولي، وسمعنا كثير من الكلام يمكن في السنوات الاخيره عن هذا الموضوع، ونحن نعرف طبعا الاسباب اللي تمنع الاعتراف بها، لكن رغم ذلك حافظت على يعني ديمومتها على الاقل، وان كان ما في فترات منتظمه ربما لاقامتها، لكن على الاقل هي متواصله من فتره يعني من فتره نعم. طويله يعني. نعم. هي يعني نؤكد على انه هذه البطوله رسخت اولا مبدا اقامتها واهميتها في المنطقه الخليجيه، رغم انه منتخباتنا مثل ما قلنا انها وصلت الى الاسيويه والعالميه، ولكن ما زالت هذه البطوله تعتبر الاهم بالنسبة لدول الخليج، والدليل بأنه المنتخبات عندما تتأثر في تحقيق نتائج أو تخفق في تحقيق نتائج ينعكس ذلك على الأجهزة الفنية في تغييرات وتبديلات وهجوم يصير رأي عام أو يعني انتقاد إعلامي وتغييرات حتى على المستوى الإداري على مستوى يعني الاتحادات الكروية في المنطقة الخليجية. وبلا شك أنه طبعا هناك فرق في مفهوم الدورة نفسها من الناحية الفنية خلينا نقول، أو من الناحية أيضا حتى يعني التجهيزية، من الناحية الفنية والتجهيزية لدورة كأس الخليج في السبعينات ومن ثم الثمانينات والتسعينات والآن. وأنا أتصور أنه يعني طبعا الإعلاميين اللي شاركوا في أول دورة أقيمت في البحرين عام 1970 بعضهم زملائنا ما زالوا حقيقة عندهم النفس الطويل أنهم يؤدوا في هذه المهنة ويقدموا أيضا جهدهم ويساهموا في بناء أجيال إعلامية، منهم أذكر الأستاذ محمد لوري، يعني الأستاذ محمد لوري البحريني كان يقوم بمهمتين، مهمة التعليق على المباريات وكذلك يعني كتابة الأخبار. نعم. وكان طبعا هناك إذاعات خاصة أحيانا لبعض الدول تحاول أنها يعني تربط المباريات في الأحداث، مباريات طبعا تقام كانت بشكل تقليدي جدا على حسب سجية المنطقة والطبيعة، يعني البطولة الأولى على ملاعب رملية إذا كان ملعب رملية. نعم. وأيضا حتى الصور يمكن أنا أحتفظ ببعض الصور في الدورة الأولى للبحرين من الأخوان الموثقين حقيقة اللي هم يشتغلوا في التاريخ الرياضي، منهم محمد ناصر أيضا البحريني، وأيضا ماجد سلطان وأيضا أسماء أخرى تشتغل على هذه الأسماء، منهم أيضا اليوم محمد الجوكر، منهم أيضا في السعودية أسماء، منهم أيضا عندنا في عمان الأستاذ يعقوب أيضا اشتغل على هكذا توثيق، وهذا أنا أعتقد من المهم أنه يكون توثيق هذا الإرث يعني الخليجي المهم. طبعا لو نتكلم على الجانب الفني، أنا أعتقد بأنه ساهمت دورات كأس الخليج بشكل أو بآخر أن هي يعني تطور الإعلام في المرحلة الأولى يعني كمرحلة السبعينات والثمانينات، ولكن تحولت يعني العربة ما بعد الثمانينات أصبح الإعلام هو الذي يقود دورات كأس الخليج، طبعا مع النمو في دورة كأس الخليج سموها بطولة إعلامية بعد. نعم. سموها في فترات بطولة نعم. إعلامية. يعني أنا أذكر في 94 يمكن الأستاذ كان معنا في الإمارات أذكر أنه كان العدد وصل إلى عدد رقم قياسي من الإعلاميين، حتى سميناهم جنود الإعلام، وصل إلى 750 إعلامي يغطي الدورة، وهذا رقم طبعا لم يتحقق أو لم يصل قبله في أي دورة سابقة. طبعا يعني شهدت دورة كأس الخليج العديد من الأحداث الإعلامية، وصلنا إلى مسألة يعني التشفير وحقوق النقل والقنوات اللي بتشتري والقنوات اللي ما بتشتري، وحتى في بعض الأحداث أنه بعض القنوات الخليجية رفضت في البداية مبدأ التشفير ومبدأ الشراء. نعم. نحن نتكلم أكيد عن هذا نعم. الموضوع، لكن أنا أذكر أرجع أنه إنه التطور في الأول حقيقة نعم. كان تطور فني وعلى ناحية المنشآت نعم. ومن ثم بدأ الإعلام يتواكب مع البطولة جميل. ومن ثم بعد عقدين من الزمن بدأ الإعلام
بحجمه الأكبر، بحجمه المؤثر، مؤثر بشكل كبير جدا. نعم. على العملية التنموية والتطويرية في دورات كأس الخليج. نعم. عموما نحن نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذا الحديث المستمر طبعا عن بطولات كأس الخليج في مشوار بطولة هذا العرس الخليجي الذي يتجدد دائما وننتظره دائما بشغف، وسوف نتواصل أيضا مع فقرات أخرى ومواضيع سوف نطرحها من خلال قادم الوقت في هذه الحلقة.
أن بطولة كأس الخليج هي البطولة التي ولدت لتبقى، وهي الحكاية التي ترويها الأجيال من جيل إلى آخر، هي البطولة التي حافظت على تواجدها على مر السنوات الماضية، ونأمل أن تبقى وأن تتطور كذلك وأن تحقق ما هو مرجو منها في خدمة كرة القدم الخليجية بشكل عام. ربما سالم، يعني احنا تحدثنا عن كثير من الأمور، وربما يعني بعد قليل سنشاهد أيضا تقرير عن التطور التاريخي لهذه البطولة، وإحنا ذكرنا أكثر من نقطة فيما يتعلق بهذه البطولة وأهميتها من عدمها، وأيضا في نقطة ربما إشراك بعض المنتخبات من خارج المنطقة اللي طرحت في أكثر من مرة في فترات مختلفة. نعم، هو طبعا يعني دورة كأس الخليج شاركت فيها 7 منتخبات في السبعينات والثمانينات والمعروفة يعني، ومن ثم جاء أيضا إشراك منتخب مؤخرا اليمن من دورة كأس الخليج اللي في الكويت الأخيرة، منتخب اليمن أصبحت 8 منتخبات. لكن أنا أعتقد بأنها تواجد 8 منتخبات في البطولة ربما زاد العدد، ولكن لم يثري البطولة من الناحية الفنية، خاصة أنه زمان كنا نشاهد التنافس من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة في البطولة، لما كانت تقام بنظام الدور من دور واحد. نعم. فالفريق يملك جميع الفرص، بينما الآن أصبحت المنتخبات تقسم على مجموعتين. أنا أتكلم على أرض الملعب، والنظام تقسم على مجموعتين، فأصبحت يؤثر بشكل أو بآخر. أحيانا ربما انطلاقة الفريق أو منتخب عن آخر تكون سلبية، وربما أحيانا تخدم الانطلاقة أحد المنتخبات، وبالتالي الفوز بالمباراة الأولى يعزز من فرص التأهل للدور الثاني، وبالتالي يغيب منتخبات أخرى أنها تستطيع أن تعوض، على عكس النظام السابق اللي هي كانت فيها البطولة الفريق الواحد يلعب فيها 6 مباريات أو 5 مباريات على حسب مجموع المنتخبات. هذا واحد. اثنين، أيضا هذا النظام أثر بأنه في السابق كانت دورات كأس الخليج تحتضن المنتخبات في منتخب في فندق واحد، في بهو واحد، في ديوانية واحدة، في جلسة واحدة. كان الجميل في دورات كأس الخليج حقيقة، والتي كان يطلق عليها يوم من الأيام بطولة الشيوخ، أنها تجد جميع المسؤولين يجلسون على ديوانية واحدة في الفترة الصباحية والنهارية، يتناقشون هموم دورة كأس الخليج، من يطرح هناك يعني المواضيع التي تسعى لتطوير هذه البطولة، ومن أيضا يناقش في كيفية تطوير منتخباته. اليوم نجد هذا الجانب أو ديوانية الخليجية أصبحت تضمحل أو تختفي نوعا ما بشكل أو بآخر في ظل تقسيم المنتخبات الخليجية إلى مجموعتين. أيضا في مرحلة من المراحل حقيقة عندما ارتفع رتم المنافسة وحدة المنافسة على دورة كأس الخليج، خاصة بعد السيطرة الكويتية على دورة كأس الخليج ودخول السعودية ودخول كذلك قطر والعراق في خضم المنافسة، أصبحت منتخبات تسعى بأنها يعني تحقق أو تصل إلى منصة التتويج، وبالتالي أصبحت تبعد منتخباتها عن التجمعات الجماعية، وبالتالي حقيقة يمكن هذه الجوانب أثرت حقيقة بالجانب أو مفهوم التجمع الشبابي. ولكن أيضا ربما هناك آراء أخرى تقول بأنه أيضا نضوج دورات كأس الخليج ودخول المنتخبات الخليجية واللاعبين والمشرفين إلى 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 دائرة الاحتراف أو مفهوم الاحتراف أيضا، ربما يعني يحق لها أن تقوم بالمحافظة على منتخباتها وتبعدها أيضا عن الضغط الإعلامي، خاصة لأنه أنا أتذكر في الدورات الخليجية ربما في الثمانينات أو التسعينات اللي كنا نحضرها كان يسمح للإعلاميين، وهم عدد قليل طبعا، لم يكن عدد التتاري الكبير أو الضخم الذي يحضر الآن، يعني يسمح أنك تدخل إلى غرف اللاعبين، تدخل إلى غرف اللاعبين وتلتقي باللاعبين وتكون علاقات وتجري الحوارات وإلى آخره. الآن النظام طبعا لا يسمح أنك لا تلتقي باللاعب إلا في الملعب، ولا تلتقي فيه إلا في قاعات المؤتمرات الصحفية. صحيح. وبالتالي أيضا باعد يعني هذه النظم باعدت نوعا ما عناصر اللعبة. نعم. اللي هي كنا نحن يعني حقيقة نستمتع بها في نعم. في دورات كأس. نعم. ما أدري رأي أبو نصر في الموضوع. نعم. يعني السابق أنا أيضا واللعب دوري من دورين، والآن تقسيم المنتخبات على مجموعة. لا، هو طبعا الآن رأي الأخ سالم يعني جيد جدا، يعني ومثل ما قال يعني الكلام صحيح 100%. طبعا هي بدأت البطولة بـ4 منتخبات في البحرين،
وفي 72 طبعا دخل منتخب الإمارات وصار خمس منتخبات، وفي الدورة الرابعة دخلت قطر، وفي الخامسة دخلت العراق، وصارت يعني اكتملت المنتخبات الخليجية السبع. نعم. فكانت البطولة جيدة على الأقل. إن منتخبنا في الرابعة الثالثة. منتخبنا في الثالثة دخل في الثالثة 74. يعني كانت البطولة يعني أنت تلعب مع كل الفرق. يعني الآن هذا التقسيم مثلا هو صار التقسيم ترى في من 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 سنة 2000 أعتقد، من 74 من 74 حصل تقسيم. لا من 74 2000 2000 لا لا قبلها لعبوا مجموعتين سابق. نعم لكن ألغي فيما بعد مجموعتين وكان النظام ما كان جيد وعادوا للنظام فشلت يعني بالضبط. ايوه فرجعوا مره ثانيه في الدوره الخامسه والدوره السادسه، لكن رجعوا الان في 2002 تقريبا لما دخلت اليمن. نعم. في 2000 وكم دخلت اليمن؟ 2004. نعم. اللي في الكويت 2003 2004. لا هي دخلت اليمن قبل، لكن على مجموعتين لعبوا من دوره قطر صحيح؟ من الكويت. من الكويت. الكويت. نعم. 2003 2004 دوره السادسه عشر. نعم. ايوه فقسموا الى مجموعتين. هذا النظام المجموعتين انا ايضا ما اشوف انه غير جيد، يعني يعني ما يخدم المنتخب الخليجي، ما يخدم اللاعب الخليجي. انت تبي تلعب مع كل المنتخبات الخليجيه، لكن بتكون ايضا فتره طويله يعني. ما لو بغيت تلعبها على نظام دوري يعني، يعني ما اعتقد انها فتره طويله. وايش الفرق الان؟ ما صار فرق ما بين الدورات السابقه اللي هي الدوري من دور واحد والنظام الحالي، فرق يمكن 3 أيام أو 4 أيام. فانت لما ضاف منتخب اضافي معناته بيزيد في حدود 4 أيام اخرى، يعني 7 مباريات لكل منتخب. صحيح. ما اعتقد إن كثير يعني. صحيح. فليكن يعني مثلا اذا كان شهر ناخذ فلناخذ شهر ويومين او شهر و4 ايام، ما اعتقد انه كثير. هي الحين تقريبا في حدود يمكن 18 يوم تتيح او تتيح لي الفرصه اني انا العب 16 يوم. أيوة. أيوة. العب مع المنتخب الكويتي، العب مع المنتخب اليمني، العب مع المنتخب العراقي وهكذا. صحيح. الان هذا اليوم ايضا المنتخبات الخليجيه ترتبط بكثير من ما يخالف بس ايوه يعني. ايوه لكن الان لما تقسمني الان وتحطني مجموعتين، ربما هذه المجموعه تكون ارجح من هذه المجموعه، فانت ظلمت بعض المنتخبات اللي استعدت ما تعطيها فرصه للتعويض. صار لها سنتين بالفعل. صحيح. صار لها سنتين هي تستعد ويا بتمدربين ويا بتكذا، وشافت نفسها في مجموعه يعني ما تقدر تطلع منها. صحيح. او انها ما يعني في اسباب اخرى فنيه يعني تخليها ما هذه. نعم. هو حتى بنضيف هذه النقطه، يعني انت لما اليوم يلعب منتخب عمان 3 مباريات في 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 دوره كاس الخليج ويلعب 7 مباريات، فرق كبير. ثانيا انت لما المنتخب يحتك، يعني احنا كيف طور المنتخب العماني؟ يمكن احنا خلينا نقول اخر المنتخبات اللي هي يعني اشرقت فيها شمس المنافسه، لكن لانه ظل احتكاكنا مستمر مع جميع المنتخبات. بالضبط. وتدرس جميع المنتخبات من الناحيه النفسيه والفنيه والجماهيريه والاعلاميه. اليوم لا، اليوم انت فقط تركز على جزء النصف. نعم. في البطوله. يعني اليوم منتخب اليمن انا اعتقد يحتاج الى سنوات طويله حقيقه ليصل الى المستوى الحقيقي. نعم. للكره الخليجيه، والسبب انه هو يلعب في مجموعه، يعني الان منتخب اليمن في هذه الدوره 22 في السعوديه وقع في مجموعه قويه ايضا. صحيح. بالنسبه له يعني فيها منتخب السعوديه وفيها منتخب قطر وفيها منتخب البحرين، وبالتالي حظوظ انه هو يستطيع ان يعمل فارق ما بين البطوله السابقه او اللي قبلها مع هذه البطوله قليله جدا. بالضبط. في ظل انه ما في فرصه حتى لمنتخب السعوديه وقطر انهم انهم يضيعوا او تصير مثلا فرص للتعويض. نعم. وبالتالي ايضا نحن ايضا نتاثر الان مع تراجع مستوى منتخبنا في دورات كاس الخليج بعد 2009، يمكن لاحظنا هذا تاثير كبير واضح تماما في اليمن. نعم. وايضا تاثير كبير ايضا في البحرين. نعم. والخوف ايضا انه يتكرر المشهد ايضا في البطوله المقبله في الرياض، لانك انت تلعب 3 مباريات، وهذا ينعكس ايضا حتى على 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 العمليه الاعلاميه، لانه انت تودع البطوله نصف المنتخبات. صحيح. لما تودع نصف المنتخبات معناته انت يصير عندك نصف الاعلام الخليجي يعني مراقب. صح.
ليس فعال، ليس يعني ما يقدم الـ 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 يعني العمل الإعلامي المهني الـ 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 يعني اللي يكون في درجة الحرارة العالية، الحماس الكبير. نعم عموما هذه البطولة كما ذكرنا طبعا مرت بكثير من المراحل على مر تاريخها. نستعرض هذه البطولة منذ البدايات وحتى الآن في هذا التقرير. تدور عجلة الأيام وتمر مسيرة السنين وتصل البطولة الخليجية الأهم والأعرق إلى نسختها 22، تحكي من خلالها مسيرة عمل حقق أكبر غاياته وهي تعزيز الألفة بين أبناء الخليج، من حلم تحول إلى فكرة سرعان ما تجسدت إلى واقع. مر هذا الحدث الذي ترعرع في كنف اهتمام منقطع النظير من أعلى المستويات الرسمية في دول المنطقة، ليصبح اليوم حدثا فريدا من نوعه ينتظره أبناء المنطقة كل سنتين. من البحرين كانت الانطلاقة عام 70 بمشاركة 4 منتخبات، هي البلد المضيف والكويت وقطر والسعودية، وتوج بلقبها الأزرق الكويتي في فاتحة علاقة حميمة جمعت الأزرق بكؤوس البطولة، فيما شهدت الرياض إقامة النسخة الثانية والتي احتفظ فيها منتخب الكويت بلقبه عبر تفوقه بفارق الأهداف عن منتخب السعودية المضيف. بطولة كأس الخليج الثالثة احتضنتها دولة الكويت عام 74، وقد ارتفع عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة إلى 6 فرق بانضمام منتخبنا الوطني والإمارات، ولذا تم العمل بنظام المجموعتين، وواصل الأزرق هوايته في الفوز باللقب. واستضافت دولة قطر النسخة الرابعة من البطولة عام 76، وقد شارك في هذه الدورة لأول مرة منتخب العراق ليعود بذلك نظام الدور الواحد للبطولة، ولم تحسم هذه البطولة إلا بالمباراة الفاصلة التي جمعت بين منتخب الكويت والعراق التي انتهت بفوز الكويت 4-2 ليواصل الأزرق احتكاره للقب. واستضافت العراق النسخة 75 وسجلت كسر الاحتكار الكويتي عبر فوز العراق باللقب. أقيمت الدورة 5 في دولة الإمارات عام 82، وفيها عاد نجوم الكويت للقبض على اللقب. وفي عام 84 حطت البطولة رحالها لأول مرة في السلطنة والتي استضافتها في استاد الشرطة، وفاز بلقبها منتخب العراق، فيما فاز النجم العماني الراحل غلام خميس بجائزة أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع العراقي حسين سعيد. عادت بطولة كأس الخليج إلى مملكة البحرين مرة ثانية في نسختها 8 عام 86، وفاز بلقب هذه البطولة منتخب الكويت، لكن العراق عاد لينتزع اللقب من جديد عندما أقيمت النسخة 9 في السعودية عام 89. وفي عام 90 احتضنت دولة الكويت النسخة 10 من البطولة، والتي شهدت جملة من الأحداث أبرزها انسحاب السعودية قبل انطلاق البطولة، وتبعه منتخب العراق الذي انسحب بعد مباراة الإمارات وحقق الكويتيون لقبها. وشهدت النسخة 11 من البطولة والتي احتضنتها دولة قطر عام 92 بروز بطل جديد عندما حلق العنابي باللقب لأول مرة في تاريخه. بروز بطل جديد تكرر في النسخة التي تلتها والتي احتضنتها الإمارات عام 94 عندما نجح الأخضر السعودي في معانقة اللقب، لكن الكويت عادت لتحيي علاقتها الحميمة مع الكأس الخليجية عندما ظفرت بلقب النسخة 13 والتي احتضنتها السلطنة عام 96 بمجمع السلطان قابوس الرياضي. ثم حافظ الأزرق على لقبه في النسخة 14 والتي احتضنتها البحرين عام 98. وفي 2002 احتضنت السعودية النسخة 15، وعاد الخضر ليتوجوا باللقب مرة ثانية في تاريخهم، فيما توج نجم منتخبنا الوطني هاني الضابط بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف. وفي النسخة 16 دخلت اليمن ضمن فرق البطولة وأقيمت في الكويت، واحتفظ المنتخب السعودي بلقبه من خلالها، في حين توج حارس منتخبنا الوطني الأمين علي الحبسي كأفضل حارس.
وأقيمت النسخة 17 في دولة قطر عام 2004، وتعد هذه الدورة هي الأكبر من حيث المشاركة، فقد شارك فيها 8 منتخبات عبر عودة العراق للمشاركة. وقد أقيمت البطولة بنظام المجموعتين، وفاز بلقبها منتخب قطر فيما حل منتخبنا الوطني ثانيا، وحصل نجم منتخبنا الوطني عماد الحوسني على لقب هداف الدورة برصيد 4 أهداف، في حين حافظ الأمين علي الحبسي على لقبه كأفضل حارس في البطولة. احتضنت دولة الإمارات النسخة 18 عام 2007، وسجل الإماراتيون حضورهم على مستوى الظفر باللقب لأول مرة بعد الفوز على منتخبنا الوطني في المباراة النهائية بهدف نظيف ليبقى في مركز الوصافة، في حين واصل الحارس الأمين علي الحبسي احتكاره لجائزة أفضل حارس في البطولة. وفي عام 2009 عادت السلطنة لتستضيف الأشقاء في مسقط، حينها حقق العمانيون لقبا طال انتظاره عبر الظفر بهذه البطولة لأول مرة في تاريخهم. وأحرز مهاجم منتخبنا الوطني حسن ربيع لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وفاز حارس المرمى العماني علي الحبسي بلقب أفضل حارس في البطولة للمرة الرابعة على التوالي. البطولة 20 عام 2010 أقيمت في محافظتي عدن وأبين في الجمهورية اليمنية، ورغم التحديات الأمنية والمراهنات على فشل الدورة، إلا أن البطولة صنفت كواحدة من أفضل دورات كأس الخليج، وكانت الجماهير اليمنية الفاكهة الحقيقية للدورة، وفاز بلقب البطولة المنتخب الكويتي. وعادت البطولة إلى مهدها مملكة البحرين، والتي استضافت نسختها 21، وحقق منتخب الإمارات لقبها للمرة الثانية في تاريخه. والآن نحن على أعتاب نسخة جديدة من بطولات الخليج، نأمل أن تتحقق من خلالها الفائدة المطلوبة للمنتخبات المشاركة فيها، والتي يستعد جلها للتواجد في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، والتي ستحتضنها أستراليا مطلع العام المقبل. إذا مسيرة طويلة لهذه البطولة كما ذكرنا. يمكن سالم البعض يتحدث أحيانا عن أن أيضا موضوع بروز نجوم على مستوى هذه البطولة، البعض يتحدث أنه في السابق كان أكثر مما هو عليه في الوقت الحالي، هل تأيد هذا الكلام؟ نعم، هو طبعا يعني خلنا يعني نكون منصفين للزمن، يعني الزمن كما يطلق عليه الزمن الجميل، كان حقيقة في مجموعة كبيرة من النجوم. يعني لما جيت تتكلم انت عن العصر الذهبي في الكويت، اسماء يعني ليس لها اول ولا اخر. اليوم في المنتخب الكويتي من موجود؟ بدر المطوع باقي، خلنا نقول على سبيل المثال، اعطيك مثال فقط، منتخب احد المنتخبات الخليجيه اللي هي حققت حتى الان 10 ألقاب في دورات كاس الخليج، اصبح عندها النجم الاوحد. زين، في السعوديه اللي هي نجوم يعني على مستوى الانديه وأقوى دوري على المستوى الخليجي أو ربما العربي إذا لم نبالغ، أيضا نفس الشيء. يعني كانت هناك أسماء كبيرة، يعني ماجد عبد الله، يعني سعيد العويران، فؤاد أنوار، أسماء يعني فؤاد أنوار، فؤاد، يعني أسماء أنت تتحدث تحتاج إلى مجلدات لتتحدث عنها. اليوم من في المنتخب السعودي؟ أيضا في نجوم ربما يكون، لكن ربما أكثر منتخب لديه نجوم اليوم يمتلك نجوم هو منتخب السعودي، والسبب حقيقة يمكن ربما لأنه في توازن كبير في الكرة السعودية ما بين المسابقة كدوري وبين الاستحقاقات والمشاركات للمنتخب. يعني اليوم أنت لا ضرر لا خوف على المنتخب السعودي، أنا في وجهة نظري كسالم كإعلامي عماني أرى بأن المنتخب السعودي ربما أكثر المنتخبات السعودية التي لا تستطيع، يعني لا يمكن أن تقلق عليها، حتى لو أخفق أو سقط في بطولة ما سيعود سريعا، لأنه يمتلك كما يمتلك الخط الأمامي أو الأساسي، يمتلك
خط يمتلك دكة احتياط قوية، نعم. ويمتلك أيضا نجوم آخرين في قائمة الانتظار. يعني في السنوات الأخيرة اختفى النجم اللي ممكن يظهر بالشكل، نعم، واضح. وهذا طبعا أنا أعزي هذا السبب ربما لإدخال أو خلنا نقول إنه مشروع الاحتراف الذي يعني هبط بالبرشوت في المنطقة الخليجية أثر بشكل كبير على الكرة الجميلة، نعم. أثر على اللاعب نفسه، اللاعب أصبح اليوم يحسبها بالقلم والمسطرة، نعم. بأنه يعني قدمه، رأسه، رجله، يده يجب أن يحافظ عليها، نعم. لأن يستطيع أن يعطي أكثر في ناديه، نعم. في نادي أنا أقول، نعم. في المنتخب هو يعني القيمة المالية ليست بتلك القيمة الكبيرة في دورات كأس الخليج البطل يحصل فيها، لكن في نادي يحصل على الملايين، نعم. ربما يحصل على المئات الألوف إذا، نعم. ما قررنا في التفاوت، صحيح. وبالتالي أصبح اللاعب يركز بشكل كبير جدا على النادي أكثر ما يركز على فانيلة الوطن، نعم. أو فانيلة المنتخب، نعم. وهذا انعكس حقيقة حتى على أدائه في دورات كأس الخليج. بعض اللاعبين يعني في دورات كأس الخليج يقل مستواهم بشكل كبير جدا، لكن عندما تشاهده في بطولات الأندية سواء المحلية أو العربية أو الأسيوية تجد أنه يعطي أداء بشكل كبير، طيب. وبالتالي نعتقد بأنه هذه النقطة يعني سببها الرئيسي في موضوع إدخال المشروع دور المحترفين في عقلية وأذهان لاعبين اللعيبة الخليجيين بمفاهيم خاطئة بدون ما يكون هناك تحضير علمي وتحضير نفسي وتحضير للمنظومة حتى تستوعب هذا المشروع. جميل. يمكن أبو نصر يعني هذه البطولة استأثرت يمكن بالاهتمام كبير من قادة دول مجلس التعاون في على مر السنوات الماضية، وكان ربما هذا أحد العوامل اللي ساعدت كثير للنهوض بهذه البطولة واستمراريتها. يمكن كنت معاصر لكثير من البطولات ولك ذكريات كثير من البطولة. بالتأكيد طبعا حسين، يعني إن مثلا رمز الدولة ورئيس الدولة عندما يكون هو حاضر في مباريات الافتتاح ومباريات الختام فهو يكون موجود، فهذا طبعا أكيد دعم يعني معنوي وعامل مشجع لهذا المنتخب ولهذا اللاعب، يعرف انه مثلا الكل معاه والكل وراه والكل مهتم فيه، صحيح. يعني من رئيس البلد الاول لغايه يعني المشجع العادي، فهذا يعطي دافع انه هو يقدم الجيد، نعم. يقدم الشيء يعني الممتاز في هذه البطوله. شو الذكريات اللي ما تنساها في البطوله؟ يعني عندك مثلا ذكريات معينة في البطولات السابقة اللي حضرتها، خاصة البطولات في البدايات يعني؟ نعم والله ما إن في يعني ذكريات يعني هي ممكن نحن نذكرها، لكن طبعا هي البطولة شهدت يعني عدة انسحابات في بعض الفترات، يعني بعض الدول. وأنا أذكر مثلا أنه طبعا أول انسحاب صار المنتخب البحريني من الدورة الثانية، نعم. صارت في السعودية بسبب تحكيم، نعم. وانسحب المنتخب البحريني، صحيح. وفي الدورة العاشرة أيضا انسحبت المملكة العربية السعودية بسبب تعويذة، نعم. يعني معروفة، صحيح. وبعدين انسحب المنتخب العراقي، صار منتخبين انسحبن، صحيح. في الدورة السادسة اللي أقيمت في الإمارات يعني المنتخب العراقي أيضا سوى مناورة للانسحاب، وألقي بيان هناك يعني من الرئيس العراقي السابق صدام حسين أنه يريد يعني يحافظ على الأخوة العربية وأن كذا، وأن سوف يترك المجال للمنتخب العراقي حق المنتخبات الأخرى. هذا كان يعني يسمونه هذاك القادة اللي كان يحضرون يعني مثل فهد الأحمد، الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه، وفيصل بن فهد، وعبد الله بن يعني كان عيسى بن راشد ايضا، فاكهة الخليج، فاكهة الدورات يعني، فيعملون هذه الاشياء يعني مثل يسمونهم بهار الدوره او بهارات او ملح الدوره، فلازم يختلقون تصريحات كذا ناريه، يطلقون اشياء. وبعدين شاكر تشوف الاعلاميين دائما يعني يتسابقوا، وتلقى الاعلاميين يعني ركض وراء هذا الخبر وراء هذا التصريح وراء هذا المؤتمر، صحيح. فيدورون الجديد، أيوه. الان اصبح الاعلامي يعني ما يسعى مثل ما كان اول يسعون، الان يمكن هم في الغرفه جالسين وتوصل له المعلومه، صحيح. جالس قدام الكمبيوتر ويعرف النتائج ويعرف التصريحات ويكتب هاك الخبر ويرسله، صحيح. انما كان اول لا، كان اول يشتغل بقلمه، كان يشتغل بفكره، يشتغل بروحه،
خاصة في ظل عدم توافر الأدوات اللي تساعد يعني. بالضبط. صحيح. يعني طيب أنت طالما طرحت الموضوع وخاصة أن موضوع الإعلام نحن إذا راح نتكلم فيها في حلقة اليوم عن هذا الموضوع اللي أصبح شائك في الفترة الأخيرة في مسألة التغطيات الإعلامية وربما الإثارة الإعلامية في السنوات الأخيرة وما يعني تثير ربما في بعض الأحيان. سالم يعرف هذه الأمور أكيد وراح نتكلم فيها أكيد، لكن قبل ذلك دعونا نتابع عن الإعلام وكأس الخليج، كيف تطورت التغطية الإعلامية لهذه البطولة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم. بطولة كأس الخليج دورتها 22 بعد أيام من الآن، نستذكر سنوات قد خلت من التنافس والإثارة والتحدي ورغبة الانتصار، كلها أمور حفزتها التغطية الإعلامية التي سارت في تطورها بخطوات متوازية مع تطور البطولة نفسها، بل أن البعض يعيد إليها الفضل بنسبة كبيرة في تطور الإعلام الرياضي في المنطقة، والذي أصبح يأخذ موقعا جيدا على مستوى الريادة الإعلامية على المستوى الإقليمي. وإذا ما أعدنا شريط البطولات الأولى من دورات الخليج فإننا سنجد أن التغطية الإعلامية بدأت منذ الانطلاق، وكان ذلك حتى على مستوى التغطية التلفزيونية التي أخذت أشكالا مختلفة، فيما كانت التغطية الإذاعية تطغى عليها بسبب حداثة هاتين الوسيلتين الإعلاميتين آنذاك، كما أن طبيعة المنشآت الرياضية في المنطقة كانت خلال تلك الفترة غاية في التواضع، وهو ما يضيف عقبة أخرى للعقبات التي يواجهها الإعلاميون في تغطية الحدث. وكان استاد نادي الكويت هو أول استاد رياضي يفتتح خصيصا لإقامة الدورة الخليجية بعد أن تم تجهيزه بالأنوار الكاشفة وتثبيت اللوحة الكهربائية الخاصة بتسجيل النتائج للمرة الأولى، وشهدت هذه النسخة حضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، وفي طليعتها ستانلي راوس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جواو هافيلانغ رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وتانغو عبد الرحمن رئيس الاتحاد الأفريقي. وللمرة الأولى في تاريخ دورات الخليج تم نقل مباريات الدورة عبر الشاشة الفضية بالتلفزيون الملون، وهو ما يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ التغطية الإعلامية لبطولات الخليج. وأما على المستوى الصحفي فقد كانت الدورة الرابعة تمثل الانطلاقة الحقيقية للإعلام الخليجي في دورات كأس الخليج، حيث شهدت الدورة صدور ملاحق صحفية لعدد من الوفود المشاركة، إضافة إلى النشرة الرسمية للدورة والتي كانت تصدر عن وكالة أنباء قطر تحت مسمى الدورة. وبعدها سارت وتيرة التغطية الإعلامية بكل أنواعها على طريق تطور سريع ومضطرد، حيث مثلت الدورة مساحة رحبة للتنافس الإعلامي الذي انعكس بدوره على التطور التقني والفني في نقل الحدث، سواء كان مقروءا أو مرئيا أو حتى مسموعا، وهو الأمر الذي كان له كبير الأثر في تخرج مجموعة كبيرة من الإعلاميين الخليجيين الذين باتوا علامة بارزة على مدار تاريخ البطولة، ليسهم الإعلام في جعل البطولة واحدة من أهم البطولات الكروية على مستوى المنطقة، لدرجة أن أهميتها طغت في وقت من الأوقات على بطولة آسيا. واليوم دخل الاستثمار ليقوض عملية بث ونقل المباريات إلا لمن يملك حق الشراء، وهو ما يراه البعض مخالفا للهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله البطولة، غير معترف بمبررات يسوقها المدافعون عن الاحتكار تتعلق بلغة العصر والتكاليف المالية، فهم يرون أن البطولة ملك لجميع أبناء الخليج ولا يحق لأحد احتكارها، لتصبح قضية بيع حقوق البث مثارا لجدل بلا نهاية في البطولات الخمس الأخيرة. ويبقى السؤال، كيف أثر الاحتكار على البطولة بشكل عام؟ وعلى الجانب الآخر كيف لنا أن نستثني بطولات الخليج من حصرية البث في ظل التنافس المثير على حقوق بث جميع الأحداث الرياضية؟
ظاهره يمكن صورتك ايضا في الشاشه اللي شفناها، يعني كنت قدمت يعني في خليج 19 ايضا كان لك تواجد نعم في الافتتاح، وانت ايضا يمكن كنا تحت الهواء نتكلم عن موضوع الاعلام وترأست ربما الوفد الاعلامي العماني في اكثر من دوره. نعم. فكان اكيد الحضور الاعلامي مؤثر في البطوله، وذكرنا ان التطور صار على مراحل من نقل المباريات اذاعيا ومن ثم يعني صدور كثير من الملاحق الصحفيه المخصصه لهذه البطوله ومن ثم النقل التلفزيوني الى ان وصلنا الى ما نحن عليه الان والتنافس على حقوق البث. جميل. طبعا مثل ما انت تعرف يعني انه البطولات السابقه تم نقلها يعني عن طريق الاذاعه او البث الاذاعي، وما عدا من دوره الخليج السادسه بدا طبعا التلفزيون، وكان عندنا محطه اقمار صناعيه وتم نقل المباريات على الهواء مباشره، وكان اول وفد اعلامي يتكون وكان في رئيس وفد، ولله الحمد طبعا تم نقل جميع المباريات. كان المنتخب العماني كان منتخب جيد يعني و في عناصر يعني جيده، رغم النتائج السلبيه يمكن كان المستوى يعني ما كان نتائج سلبيه يعني بغض النظر عن عن المنتخب يعني وفريق ترتيبه يعني في البطوله، الا انه قدم مستوى جميل جدا واستطاع يعني المنتخب او افراد المنتخب ان يحرزوا اهداف. نعم جميل. يعني اول هدف كان وضع التغطيه الاعلاميه في تلك الفتره يعني. ايوه. ف احنا طبعا نقلنا جميع المباريات الخاصه للمنتخب العماني، وكان عندنا رسائل ايضا يوميه، وكنا نرسل وكنا نشارك ايضا في الرساله الخليجيه المشتركه. اي نعم. وكنا نساهم اللي اختفت الان في اعدادها وفي تخطيطها. ما في رسائل مشتركه للاسف الشديد يعني. يسمونها الرساله الموحده. ويعني من ذيك البطولة تمت الانطلاقة عاد البطولات اللي بعدها طبعا السابعة صارت في عمان. نعم. وكنا احنا طبعا المنظمين لهذه البطولة وصار عندنا الامكانيات يعني المتوفرة في ذاك الوقت، وصارت عاد الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة إلى آخره. جميل. فالدورة هاي 19 اللي شفته طبعا. نعم. هذا بعدين انقطاع عن 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 فتره عن عن نعم الاعلام. نعم بالضبط. اكيد احنا طلبوا مني ان اساهم. نعم بنتواصل اكيد في الحديث، لكن اسمحوا لي ان ينضم الينا الان في الحوار عبر الهاتف الاستاذ محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه من العاصمه الاردنيه عمان. استاذ محمد مساء الخير اولا، وانت ايضا كنت متواجد في كثير من دورات الخليج السابقه، كيف شفت تطور التغطية الإعلامية لدورات الخليج؟ ألو تفضل أستاذ محمد، نحن معك تسمعني؟ الآن سمعتك. نعم. أسألك عن بحكم حضورك في أكثر من دورة في بطولات الخليج وكونك الآن طبعا رئيس للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، كيف شفت تطور التغطية الإعلامية لدورات الخليج؟ والله انا بعتقد انه يعني بالتاكيد يعني هو نفس الاعلام تطور، احنا بنعيش بعصر الاعلام، مع تطور الاعلام تطور الاعلام في بطولات دوره الخليج العربي. انا حضرت 12 دوره. نعم. كانت الاولى 1970 في البحرين، ولذلك يعني في فرق شاسع وكبير جدا بين التغطيه الاعلاميه اللي كانت في الماضي والتغطية الإعلامية الآن. الآن التغطية شاملة كل شيء، الإعلام الحديث شاملة، التغطية التلفزيونية شاملة، الصحافة والإذاعة وكل الوسائل الإعلام. أنا بعتقد أنه، لكن عندي ملاحظة مهمة جدا، أنه يعني التغطية مركزة تركيز كبير جدا في دول الخليج المشاركة في البطولة، لكن على المستوى العربي أنا بعتقد أنه يعني في هناك نقص التغطية الإعلامية أو الاهتمام الإعلامي بدور الخليج. يعني الناس عشاق كرة القدم العربية هم اللي بتابعوا بطولة دورة الخليج، لكن على المستوى العربي أنا يعني من متابعاتي أجد أنه التغطية ضعيفة نوعا ما. نعم. طيب أستاذ محمد حاب تعقب على الكلام؟ يعني يسمعنا؟ يقدر يسمعنا؟ يسمعك تفضل. استاذ محمد جميل مساك الله بالخير. سالم الحبسي معك. يا هلا. اهلا 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 يا ميت. هلا استاذ يعني انا طبعا سعيد جدا اني اسمع صوتك وتكون مشارك معنا في هذه الحلقه
المحافظ عن الاعلام، ويعني يعني استوقفني حقيقه انك انت من اول دوره خليجيه شاركت فيها وكنت متواجد فيها، لكن لما نشوفك نراك شابا يعني يانعا الى هذه اللحظه يعني، فنمسك الخشب يعني بسبب دورات الخليج. استاذ محمد، يعني في تاريخك المهني اعتقد كنت احد اعضاء اللجنه الاعلاميه وترأست ايضا اللجنه الاعلاميه العربيه على المستوى الاتحاد العربي في السعوديه، وساهمت ايضا في صناعه وتطوير الصحافه الورقيه وخاصه ما يتعلق بالمجلات، فنريد نعرف ايضا فيما يتعلق نجاح هذه يعني المهمه في ان تكون هناك مجلات ايضا متخصصه في دورات كاس الخليج. والله انا يعني اولا انا كان لي شرف انه جيت على الدوره اللي اقيمت في سلطنه عمان 2009، كنت يعني المسؤول عن تقييم الزملاء الاعلاميين والصحافه في المشاركه في تغطيه خليجي 2009 في سلطنه عمان واللي فازت فيها سلطنه عمان. فأنا كنت موجود وكنت قبلها في أكثر من دورة في اللجنة المتابعة لتقييم، وكانت آخرة في البحرين خليجي 21. أنا أعتقد أنه يعني كانت التغطية التنافس، أنا عجبني التنافس بشكل كبير جدا، يعني أنا بحس عندي إحساس دائما بأنه بطولة الخليج العربي أنا بعتقد أنها من أهم النشاطات اللي ربطت ابناء الخليج بعضهم ببعض، يعني كانت هامه جدا جدا الاهتمام اللي كنا نشوفه في الصحافه في الاذاعه في التلفزيون في الاعلام الحديث كان غير طبيعي واستثنائي. بالنسبه لي انا كان لي الشرف اني انا تراست التحرير، كنت رئيس تحرير مجله الاتحاد العربي لكره القدم لحوالي 11 سنه وانا بعتقد كانت يعني كمجلة مختصة كان لها دور فعال في نقل رسالة كرة القدم العربية إلى العالم العربي بأكمل. نعم. يعني أنا بعتقد زي ما حكيت لك إحنا في عصر الإعلام في عصر العولمة. نعم. كل هذا. نعم. رغم هناك هجمة إعلامية كبيرة من بطولات الاوروبيه كاس العالم وغيره. نعم، بس عشان الوقت استاذ محمد، اكيد يعني كان لك حضورك الكبير اكيد في الدورات السابقه ويمكن يعني كان. نعم انا عندي ايضا، بس عشان الوقت سالم لان يعني معنا هو ولا خلاص هو معنا، لان ايضا عندي ضيف اخر بعد. نعم. عبر الهاتف بس انا كنت بساله في حاجه مهمه جدا حقيقه. تفضل. يعني بشكل مع نمو سريع. مع نمو الاعلام التلفزيوني والاذاعي والصحفي الورقي اليومي يعني لاحظنا انه الاصدارات الشهريه كمجلات مثل مجله الاتحاد العربي. نعم. مثل مجله الصقر، مثل مجله سوبر الاماراتيه. نعم. نعم. اختفت عن الـ عن الـ عن الـ عن الانظار. جميل. يعني هي ما هي اسباب ان هذه المجلات لم تعد لها دور او وجود اليوم؟ نعم، على المستوى مثلا تغطيات بطولات الخليج والخليج وعلى المستوى بشكل عام. تفضل استاذ محمد باختصار. يعني انا بعتقد انه ظهور الاعلام الحديث كان له دور، يعني بالتاكيد الان ظهور تكنولوجيا الاتصال اللي بنشوف بالموبايلات في الاجهزه الجديده في كله كان له دور، بالاضافه الى تكلفه الطباعه وعدم اقبال القراء جدد على ليش الثاني. انا بتهيألي ويمكن هذا تكون انا نقطه تؤخذ علي او على غيري عليك كرئيس اتحاد خليجي للاعلام الرياضي، انه لم نستطع ان نطور المستوى المهني للاعلامي الرياضي العربي بما يتناسب مع تطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووسائل الاعلام الحديث. نعم استاذ محمد، بس نقطه اخيره فيما يتعلق بوصولنا الى هذه المرحله في دورات الخليج وما يتعلق بالتشفير وحقوق البث وما شابه وتاثيرها على دورات الخليج، وايضا الدور الذي كان يلعبه اتحاد اذاعه الدول العربيه في السابق فيما يتعلق بتوزيع حقوق البث على المؤسسات التابعه له. هل هذه تفضل استاذ محمد. نعم. هل اثر هذا الموضوع على دورات الخليج وهل من حل لهذه المشكله؟
طبعا يعني هو يعني انا محتار انه الان في شركه ايطاليه مخزنه 38 مليون دولار ماخذ مباشره من الاتحاد السعودي او من اللجنه المنظمه في السعوديه لكره القدم مباشره. انا بعتقد هذا خطا يعني كبير جدا. هو هناك في عندك 8 اتحادات كرويه مشاركه في هذه البطوله. انا بعتقد لازم ان يكون هناك مجلس موحد ويجب ان توضع لائحه ثابته، لائحه يعني يلتزم بها الجميع، ويكون هناك حتى ما تكون في ارهاق مالي للدول. في بعض الدول قد يكون صعب عليها تدفع 8 ملايين او 9 ملايين دولار زي ما هي طالبه الشركه من كل محطه او من كل قناه او من كل دوله. يعني يجب انه انا ضد الاحتكار. نعم. يعني المفروض عارف. نعم. المفروض يكون هناك تفاهم، هناك تناغم بين الاتحادات. اذا ما يكون هناك جميل. مجلس او لجنه. نعم. هي اللي تكون لها لائحه موضوعه، يعني زي لائحه البطوله يعني. نعم. تلتزم فيها كل الدول. وانا بتهيألي والله انا كان لي الشرف اني اشتغلت فتره باتحاد الاذاعات العربيه لما كنت في التلفزيون الاردني كنت عضو، فكان يعني فارق هائل وشاسع. كان يوزع الحقوق، توزع الحقوق الماليه حسب عدد سكان الدولة، حسب ثروتها، حسب إمكاناتها. كان في عدالة أكثر. نعم بالضبط. الآن أنا بتهيألي العدالة قلت كثيرا. نعم. عموما نحن شاكرين لك هذا التواصل أستاذ محمد جميل عبد القادر، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في دورات الخليج باستمرار وتكون حاضر دائما. شكرا لك على هذا التواصل. يا سيدي بارك الله بكم ونتمنى لكم كل النجاح. شكرا جزيلا لك. إذن نحن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في مشوار بطولة. شلون يابها يابها عطاير طايره طاير
مكملين معكم مشاهدينا الكرام في مشوار بطولة والحديث مستمر عن الإعلام الرياضي وكأس الخليج طبعا. وينضم إلينا الآن الأستاذ محمد الجوكر نائب رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي. أستاذ محمد مساء الخير، ولماذا الاحتكار في بطولات الخليج برأيك؟ مساكم الله خير جميعا، وحي ضيوف الكرام والمشاهدين الكرام في السلطنة. والحقيقة البرنامج جميل، وذكرونا أيضا بأحداث كأس الخليج قبل بدء بوقت مبكر، وهذا الحقيقة دلالة واضحة على أن دائما أبناء عمان سباقين في دعم مسيرة الإعلام الرياضي كما هو الحال. نعم. تأسيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي انطلق من مدينة مسقط قبل سنوات، وبالتالي ما في شك أن الإعلام اليوم أحد الوسائل الرئيسية واحد الوسائل الهامة في مسيرة العمل الرياضي الخليجي المشترك. وموضوع الاحتكار هذا أصبح حقيقة أمر واقع لابد أن نحن نعترف فيه، لأن منذ البطولة الخليجية 13 التي جرت في دولة الكويت وبدأ عملية الاحتكار وبدأ التنافس بين الاتحادات الخليجية وبين أيضا نظرة الشركات الخاصة على أهمية هذه الدورة، وهذا وضع طبيعي جدا. ولكن الوضع غير طبيعي هو المبالغة في الرقم المبالغ في في مطالبات الشركة المختصة، هنا الحقيقة هو الغير منطقي. لكن كاحتكار أنا في اعتقادي اليوم نحن نعيش زمن الاحتراف، وبطولات العالمية والقارية لها هذا الجانب. لكن كأس الخليج كموروث تراثي اجتماعي رياضي فني سياسي لابد أيضا أن تتحرك الحقيقة على مستوى الرسمي، مستوى وزراء الإعلام وزراء الشباب في مناقشة هذا الطرح. لكن يبدو أن الكل يعطي ظهر الآخر، وهذه هي أحد الأسباب الحقيقة إعاقة أن المشاهد الخليجي يصبح في حيرة وفي ورطة، يعني هل يشاهد من قناته أو يشاهد قنوات أخرى. اليوم صار فيه نوع من التنافس، وبالتالي هذا الحقيقة موضوع يعني حديث الساعة الآن. نحن في الإمارات أخذنا من خلال لجنة الإعلام أو من بعض التحركات حاولنا نخاطب الأشقاء في المملكة، وطلبنا منهم في إعادة النظر في موضوع المبالغ التي طلبتها الشركة المختصة لبيع على كل قناة 9 ملايين دولار أو 8 ملايين دولار، وهذا رقم كبير جدا يعني. نعم. طيب أستاذ محمد، دائما يعني البعض يتحدث عن أن هذا الاحتكار وتشفير بطولة مثل بطولة كأس الخليج التي أنشئت أو أقيمت في البداية لأهداف سامية، منها تجمع الشباب الخليجي، ولأن تكون لجميع أهل الخليج، يعني قد يعني لماذا لا تستثنى مثلا هذه البطولة من هذا الموضوع؟ وهذا هو دور طبعا القائمين على الإعلام الرياضي في المنطقة. الحقيقة هو لابد أن احنا نعي تماما أن القرار في هكذا أمور ليس في يد الإعلام الرياضي، القرار هذا في يد أصحاب السلطة أصحاب القرار وهم الأجهزة التنفيذية في دول مجلس التعاون، ثم يستطيعون يتخذون قرار وزراء الإعلام وزراء الشباب بإمكانهم يتخذوا القرار. لكن كل بلد يرى مصلحته ويرى أن هذه الشركات الآن قاعدة تدفع مبالغ كبيرة وخيالية، وبالتالي يعني صارت ظاهرة الاحتكار لم تعد وليدة اليوم. هذه ظاهرة كما قلت بدأت في 2006، يعني أكثر من فترة أكثر من 3-4 دورات أخذت، لكن بدأ يتطور الأمر بشكل مبالغ فيه. ربما قد يكون هناك تنافس بين بعض القنوات وبين بعض الجهات، ولكن هذا ليس في مصلحة الرياضة عامة خليجيا وكرويا على وجه الخصوص. نعم. لكن نحن كإعلاميين ليس لدينا سوى أن نناشد أو نطالب، لكن نعم. من يملك هذا القرار هو طيب. هو أصحاب القرار. نعم. الجهاز التنفيذي الأطماد والمجلس التعاون في وزارة الإعلام. نعم. وزارة الوطنية الإعلامية هم الذين يستطيعون. طيب أستاذ محمد، يعني هل تستحق برأيك بطولة الخليج هذا المبلغ الآن؟ لا. نشوف ربما لا. أنت تحدثت أنه مبالغ فيه، لكن هل من مخرج لهذا الموضوع؟ هل مثلا من حل لهذه المشكلة على الأقل في الأيام التي تسبق البطولة؟
والله هو الحل بيد أصحاب الحل. أعتقد أن رؤساء اتحاد كرة القدم الخليجية اجتمعوا وطالبوا في أكثر من مرة بضرورة أن يكون لكأس الخليج حرية الأبناء الخليج مشاهدة هذه البطولة. هذا العرس وهذا الموروث كما قلت. هذا اتحاد الخليج قدمه، ولكن أيضا البلد المنظم أيضا هو في حيرة لأنه يحصل على مبلغ خيالي من شركة تقدم هذا العرض. وبالتالي طبعا الآن اليوم أصبحت الكرة ليست مجرد تنافس داخل الملعب، الكرة أصبحت صناعة وأصبحت تنافس شريف وتنافس قوي وصار بزنس. يعني الكل الآن يسعى لدخل موازنات من خلال تنظيمهم لهذه البطولات. الاتحاد الدولي يحتكر ويضيف المليارات في خزائنه بسبب تنظيم البطولات. نعم. وهكذا يعني قبل أيام كنا في عرس آسيوي كبير في كوريا، المجلس الأولمبي الآسيوي أيضا عقد عقد مع قناة الجزيرة وأخذ مبالغ خيالية. طيب. وأصبحت كل الأحداث الرياضية الآن الكبرى. نعم. تأتي وتندرج تحت عملية الاحتكار. نعم. طيب سالم الحمسي كان عندك مداخلة بس بشكل سريع. أهلا معك سالم الحمسي زميلك. استاذ انا يعني كنت اتابع ايضا القلق الاماراتي في صفحات الجرائد حول النقل التلفزيوني وامكانيه القنوات التلفزيونيه في الامارات ايضا انها يعني تتفاعل او انها يعني تشتري الحقوق. يعني نريد نعرف المؤشر حقيقه الان، مؤشر الى اين وصل بالنسبه لشراء الحقوق للقنوات الفضائيه الاماراتيه، خاصه مثل ما ذكرت ان الارقام مبالغ فيها ويمكن يعني بعضها يعني نوعا ما القنوات استكثرت هذا المبلغ. ما هي المؤشرات لهذه اللحظه للقنوات الفضائيه في الامارات حول شراء من عدمه في بطوله الخليج القادمه؟ هو الحقيقه يمكن الامارات تختلف عن بقيه دول الشقيقه الاخرى على اعتبار ان لدينا نحن 3 قنوات رياضيه رسميه وكل محطه لها استقلاليتها الماليه الاداريه والى اخره. وبالتالي الشركه تتعامل معنا كل قناه لحالها، لا تتعامل معنا كقناه واحده تمثل دوله الامارات. وهنا ايضا هو ايضا احد تحفظاتنا نحن في الامارات، أنه يجب أن الشركة عندما تبيع علينا يجب أن تبيع بالدولة، لكن هم يبيعون هذه الحقوق لكل قناة لحالها. وهذا طبعا أيضا واحد من التحفظات التي نحن نتحفظ عليها، لأن في اتفاق بين قناتي دبي وأبوظبي على نقل هذه البطولة، ومستعدين ومهيئين واستعدادات كبيرة وضخمة ومبكرة وتحضيرات جادة في هذه المسألة. لكن المبالغ فيه هو أن كل قناة مطالبة أن تدفع بنفس المبلغ الذي تدفعه شقيقة الأخرى، وهذا أيضا طبعا لا يجوز على اعتبار الشركة تتعامل مع كل دول الأعضاء بحصة معينة. هذه هي يمكن قد تكون إلى الآن ما زالت المؤشرات حقيقة غير واضحة، لكن ما في شك أن كأس الخليج شئنا أم أبينا لابد أن تنقل، وفي النهاية أنا في اعتقادي سيكون قرار سياسي. نعم. يعني سيتدخل أولياء الأمر أو السياسيون في اتخاذ في 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 إنقاذ مشاهدة الخليج عامة والوجه الإماراتي خاصة، لأن كأس الخليج يجب أن يشاهد الجميع، لأن هذا عرس أكثر من 40 سنة ولابد أن الكل يشارك ويستمتع ويشاهد هذا العرس الذي يتكرر كل عامين مرة واحدة. نعم. عموما نحن شاكرين لك هذا التواصل معنا الاستاذ محمد الجوكر نائب رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي، شكرا جزيلا لك. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله جميعا وللكره العمانيه وللاعلام الرياضي العماني. باذن الله. شكرا لك. نحن مواصلين معكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل.
حياكم الله من جديد، ونحن في الدقائق الأخيرة طبعا للحلقة الأولى من برنامج مشوار بطولة، والذي نتحدث فيه عن بطولة كأس الخليج. بنصر يعني سمعت الحديث عن الإعلام الرياضي، وفي الآونة الأخيرة نحن يعني نوصل إلى يعني ربما اللحظات الأخيرة، وكثير من القنوات ما يكون عندها حقوق البث، وكثير من المغالاة في مسألة حقوق بث البطولة. والله طبعا هذا شيء مؤسف جدا، يعني هو تحول كبير. احنا طبعا مع الدولة مثلا المنظمة لهذه البطولة اكيد انها خسرت فلوس، يعني قامت منشآت وانها عملت كذا وانها قاعدة تنظم، وهذا شيء مكلف، يعني ربما هي تريد على الاقل تعوض بشيء من 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 الدخل لهذه المصروفات، هذه التسويق البطولة اللي اثقلت يعني كاهلها تسويق هذه البطولة. واعتقد ان البطولة كما قال الاخ محمد ان من 2006 اعتقد من 94 من الدورة 12 اللي صارت في قطر بدأت التسويق من 1994 في الامارات، في الامارات الامارات سوقت، في الامارات كانت مبالغ بسيطه، مليون يعني اعتقد وكذا، هذا مليون 300 الف تقريبا، كان ذيك الفتره رمزي يعني، كان كثير، مبلغ كبير كان كبير بالمليون دولار، ولا ذاك الوقت دولار يعني ذاك الوقت كان كبير. ايوه فالان يعني البطوله تسوق بثمان ملايين دولار، وعلى كل مثل ما قال الاخ محمد الان على كل قناه تدفع. طيب انا مثلا يعني ليش ما يكون هناك مثلا بين دول الخليج الاتحاد الخليجي الاتحاد الخليجي يعني يتبنى فكره كونسورتيوم يعني بين هذه المحطات الخليجيه الرياضيه، ويعملون يعني مفاوض واحد يروح يتفاوض مع هذه الشركه على حق واحد فقط، لكن مالك الحقوق ما يرضى بعد مشكله. هو حتى لو كان مثلا شوف لو وجد قانون، يعني اذا تسمح لي سيارة، اذا وجد قانون ونظام الشركة اللي هتشتري بناء على النظام والقانون، ما هي اللي تشرط عليك انت. الان العكس يصير، انا اجي كمشتري احط 30 مليون او 40 مليون وانا اتحكم في السوق، المفروض يصير العكس. اولا يكون في اتفاق ما بين اتحادات الكروية في الخليج، ايوه، اللي هي تنظم البطولة زين، وترفع مذكرة رسمية بان يكون هناك السعر السقف، يعني اعلى السقف وادنى السعر من وإلى. ثاني شيء تكون حقوق النقل التلفزيوني لا تتجاوز 35% من القيمة الإجمالية للاسترداد، لأنك ممكن تسردها أيضا عن طرق أخرى، إعلانات في الملاعب، إعلانات عن طريق شركات وأخرى يعني. رابع ثالث شيء أنه أيضا الطرح اللي طرحه أبو سلطان الأستاذ محمد الجوكر، أن تكون الشراء عبر الدول وليس عبر القنوات، لان انا اليوم مثلا في عمان عندي ثلاث قنوات، القناه الرسميه، القناه الرياضيه، وقناه مجان، صح؟ في قطر عندك ايضا 10 قنوات، في الامارات عندك ثلاث قنوات، وهكذا في السعوديه عندك ست قنوات الان. وبالتالي انت لما تعد على كل هذه القنوات انه يجب عليها ان تشتري بهذا السعر الخيالي الكبير المبالغ فيه حقيقه، زين، وانا اتوقع انه المبلغ طبعا سيقل، انا عندي احساس وقراءه حقيقه للجاي انه سيقل، ان يكون البيع حصة البيع للدولة وليست للقناة. وبالتالي إذا وصل المبلغ إلى 8 مليون تستطيع القنوات لداخل الدولة الواحدة أنها تتقاسم هذا. ونحن حقيقة في الاتحاد الخليجي عندنا ملتقى سنعقد إن شاء الله في الأيام الأولى في دورة كأس الخليج في الرياض،
سنطرح احد الاوراق المطروحه ستكون حقوق النقل التلفزيوني ويعني وتاثيرها على 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 دورات كاس الخليج. ما كان في حديث في الموضوع في نعم في الدورات السابقه وان هذا يجب ان بطوله المشكله يعني انه تكون متاحه للجميع يعني. هو المشكله انه الاتحادات الخليجيه جلست على طاوله مستديره وناقشت هذا الامر، ولكن وايضا اصدرت بيان بانه سيكون هناك نظام وقوانين وكذا، لكن انا على الوضع الحالي ما وضع العرض والطلب والسوق المفتوحة أيضا وتنافس الدول الخليجية، كل دولة خليجية بتسعى أنها ترفع، يعني نحن في عمان وصلنا إلى 23 مليون وهكذا كان قبلها البطولة اللي سبق في الإمارات 11 مليون، يعني الضعف هذا مؤشر غير حقيقي يعني للبطولة. يعني لما جيت قيسها اليوم أنت إذا اشتريت البطولة 8 مليون عدد المباريات الإجمالية في دورة كأس الخليج لا تتعدى 15 مباراة، معناتك أنت المباراة الواحدة أغلى من مباراة كأس العالم لما نشتريها مقارنة نتكلم، وفرق طبعا شتان ما بين كأس الخليج. وبالتالي المفترض أنه الاتحادات الخليجية تشتغل بتناغم أو بفكر مشترك ويرفع الأمر إلى وزراء الإعلام ووزراء الشباب كما ذكر أبو سلطان، ويكون توجه حكومي ممنهج أيضا وعلمي. يعني طبيعي أنا ممكن على حسب السوق بكرة بيصير، يعني اليوم السوق في السعودية سوق مفتوح مثلا، سوق في اليمن ما مفتوح، يعني ما تقدر ان ومع ذلك في اليمن وصل الى 27 مليون وهو رقم ايضا يعتبر رقم كبير مقارنه ببطوله يعني وليده في 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 اليمن. حتى القنوات المقابل الاخر انا اتكلم، يعني القنوات احنا ايضا لم تتواكب اخو يعقوب في 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 مساله ان طيب انا اشتري من عندك اليوم هذا المنتج، هل انا جالس ابيعه؟ انا جالس اقدمه مجانا. المفترض نحن ايضا قنواتنا الفضائيه التلفزيونيه في المنطقه الخليجيه تبيع هذا المنتج ما مجانا، تكون في اعلانات، يكون ايضا لها يعني ترويج، البرامج تباع، يعني مثلا هذا البرنامج يكون له سعر معين في السوق. لكن نحن نجد ايضا القنوات تشتري الحقوق متاخره قبل البطوله بشهر 3 أسابيع أسبوعين، يعني انا اللي داير الان في المنطقه الخليجيه انه 3 قنوات فقط حتى الان اشترت الحقوق، معروفه هي القنوات. وبالتالي التحرك ايضا حتى على صعيد القنوات الخليجيه الرياضيه تحرك بطيء وتحرك يعني متاخر. زين السؤال، يعني تحرك بطيء ومتاخر، انتم كاتحاد خليجي زين للاعلام الرياضي، هل قمتم بمبادرة أو قدمتم مبادرة للتفاوض بالنيابة عن 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 الدول الأعضاء في في طيب الاتحاد؟ أنا خلنا أقول لكي يعني تتفاوضون لها الحقوق هذه. جميل، شوف هذا هل قدمتم مبادرة؟ هذا الطرح اللي تكلمت عنه أستاذ، عندما أعلنت حقوق النقل التلفزيوني للشركة الإيطالية اللي اشترتها ب 36 مليون بدأت الاتصالات ما بين أعضاء الاتحاد الخليجي في المنطقة، لأنه هناك بعض القنوات اشتكت أو خلينا نقول إنها يعني اعتبرت السعر مبالغ فيه. تحركنا إنه نحن خاطبنا اللجنة المنظمة، يعني في السعودية التي تولت بيع الحقوق ليست الدولة، اللجنة المنظمة لها علاقة بالاتحاد الكروي كويس، صارت خطابات من الإمارات وصارت خطابات أيضا من الاتحاد الخليجي، لأنه السعر نجد بأنه هو مبالغ ويجب أن يكون هناك تدخل من القيادات، لأنه في النهاية القرار أنت لا تملكه كمنظمة إعلامية مهنية، لأن أنت لا تستطيع أيضا تسيطر على السوق، فهمت لي؟ لكن سعينا بكل الطرق بأنه هذا المبلغ يعني سيقل، ولذلك أنا أقول أنا أشعر بأنه في مؤشرات طيب إيجابية بأنه المبلغ سيكون أقل عن المبلغ 8 مليون. طيب بس سؤال أخير، يعني يمكن هل في يعني نوع من عدم يعني التنسيق فيما يتعلق بالحقوق البث بين الاتحادات والمؤسسات الإعلامية الخليجية يعني؟ لا للأسف شديد إنه ما في. ليش؟ نحن قلنا في 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 الحلقات غير متواصله، يعني في حلقه مفقوده في المساله، رغم انه هذا الموضوع طبعا ليس وليد اليوم، يعني ليس وليد اليوم ولا حديث العهد، ناقشناه اتذكر من كاس الخليج في السعوديه عندما بدات الاسعار ترتفع 15 عندما رفضت حتى نعم الخليجي 15 نعم خليجي 15 تم مناقشته، وحتى اذكر انه البحرين ممثله بالشيخ عيسى بن راشد رفض رسميا ان يشتري الحقوق، وحتى البطولة اشتغلت، يعني في مباريات اشتغلت وما نقلت القناة الرياضية البحرينية، صار تدخل فيما بعد
واعطوهم بسعر اقل على اساس انه والرجل الحقيقه انا يعني هنا يعني استشهد بشيخ عيسى لانه كان عنده موقف صارم وقوي رغم انه هو ليس في القناه التلفزيونيه انما يمثل اتحاد الكره في تلك الايام. وقف وقفه قويه واستطاع ان يؤثر على اصحاب الحقوق انه ينزلوا السعر ورفض ايضا انه تشتري القناه البحرينيه بالسعر المعروض. وبالتالي اليوم المشكله انه القنوات الفضائيه الخليجيه تعمل بمعزل عن الاتحادات وبمعزل اخر ايضا عن الوزارات المعنيه كوزاره الشؤون الرياضيه او الوزارات الاعلام تعمل بمفردها يعني. طيب انت ذكرت انه يمكن السعر ينزل يعني في الايام الجايه ونحن نتمنى ذلك ونتمنى ان الحقوق ايضا تكون متاحه لجميع القنوات الخليجيه. انا حقيقه ابدي قلقي لانه انا استشعر انه في قنوات الى الان يعني ما هي عارفه هل بتنقل ولا ما بتنقل ونحن منهم. لا طيب. ان شاء الله يعني تلفزيون عمان يمكن قطع مشوار جيد اللي انا اعرفه. لا زال طبعا لا زال الحديث مستمر فيها. انا اعتقد نامل ان شاء الله ان يكون السعر متاح للمشاهد المقنع في هذه الفتره. جميل. ان لا يتجاوز 4 مليون. طيب اشكرك الاستاذ سالم بن سليم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي، شكرا على تواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا. ما طولنا عليكم يعني. لا دائما يعني ضيف جميل وربما الكلام يعني مستمر في هذا الموضوع حتى الايام اللي تسبق البطوله. ونحن طبعا نشكر الاستاذ يعقوب بن يوسف زجالي الاعلامي اللي كان معاصر لاكثر من دوره خليجيه في فترات سابقه وترأس الوفد الاعلامي للسلطنه في اكثر من دوره. شاكرين لك ابو نصر تواجدك معنا اليوم. الله يخليك وشرفت الاستوديو معك. جزاك الله خير، احسنت، مشكورين. الله يخليك. اذا نشكر ايضا ضيوفنا عبر الهاتف الاستاذ محمد جميل عبد القادر وكذلك الاستاذ محمد الجوكر الذين تواصلوا معنا في الحلقه الاولى من مشوار بطوله ونحن وصلنا الى نهايتها. نتمنى ان نكون قد وفقنا في طرح بعض النقاط التي تهم بطولة كأس الخليج. سنتواصل معكم إن شاء الله أسبوعيا في نفس هذا التوقيت. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج بدر المعشري. في أمان الله.